صباح الخير تلامذة الصف التاسع أساسي. أنا أستاذة فيفيان في مادة التربية، سأقوم اليوم بشرح الدرس الأول من المحور السادس، الهروية العربية ومقوماتها. أولا، في هذا الدرس سنتكلم عن مفهوم الهوية العربية. الهوية العربية هي مجموعة من الخصائص تجمع العرب وتشمل صفات أساسية كي تبرز أهمية هذه الهوية العربية وخصوصيتها للعرب جميعا. أهمها اللغة العربية، وهي لسان حال العرب في كل الأراضي العربية والبلاد العربية. ثانيا، التاريخ، فكل هذه الدول يجمعها تاريخ واحد، فتعرضت لغزوات منذ زمن بعيد متشابهة حتى أيامنا هذه، وكانت تتكافل وتتضامن كي تقف في وجه هذا العدوان. تكامل اقتصادي، أي لكل دولة مقومات اقتصادية تتمم ما يوجد في الدولة العربية الأخرى، بالإضافة إلى التراث والأمنيات المشتركة التي تجمع الدول العربية. ثانياً، ما هي مقومات اللغة العربية؟ كما ذكرنا، أولاً اللغة. اللغة العربية هي اللغة التي يتكلم بها جميع الدول العربية وجميع الأشخاص الموجودين على الأرض العربية. دور اللغة العربية في تثبيت الهوية العربية هي الوسيلة التي تعبر عن تراث العرب، عن قيمهم، طموحاتهم المستقبلية. هي أداة للتعبير عن قيم العرب، فهي لغة الضاد، هي اللغة السهلة والممتنعة، هي تراث الشعب العربي، وهي التي تقوم وتؤكد على شخصيتهم الحضارية. كذلك الأمر بواسطة هذه اللغة يستطيعوا أن يتحاوروا ويتفاهموا ويتواصلوا مع بعضهم البعض. ثانيا، التاريخ. كما ذكرت، منذ أمد بعيد استهدف الغزو الأجنبي أراضي البلاد العربية، لبنان، سوريا، فلسطين، العراق، مصر، العديد من هذه الدول، فتضامنوا وتكاتفوا ووقفوا صفا واحدا ليحرروا أرضهم ويحصلوا على الاستقلال، وهكذا صنعوا المستقبل العربي. والمطلوب تحول هذا التاريخ إلى قوة لمواجهة تحديات العصر، أي المطلوب أن نتعلم من هذا التاريخ كيف تكاتف العرب سابقا حتى وصلوا إلى تحرير بلادهم وتخليصها من العدو الغادر. جيم، التكامل الاقتصادي. التكامل الاقتصادي لكل دولة مقومات اقتصادية مختلفة عن الأخرى. مثلا في لبنان المقومات الزراعية، في الخليج المقومات النفطية، فهذه الإمكانيات تتمم بعضها البعض وتستطيع أن تحقق المصالح المشتركة. فنستورد مثلا نحن من الخليج البترول ونصدر المواد الزراعية، وهكذا هي الحال في كافة الدول العربية. أهميته بالنسبة إلى الهوية العربية، هذه الموارد تكون متتممة لقدرات بعضها البعض، تستطيع أن تحقق ما تطمح إليه والمصالح المشتركة، ولا تحتاج لأي دولة لكي تحصل على مقومات اقتصادية تساعدها في استمرار حياة كريمة. التراث. أولا، ما هو التراث؟ هو كل ما وجدناه من أجدادنا وما تركوه من أثر في كافة
والوجهات في كافة العلوم والمعارف والحرف. مثلا الفينيقيين هم من تركوا الحرف وكانوا في الأراضي اللبنانية، بالإضافة إلى الأزياء والفلكلور. فلكل دولة من الدول العربية زيها الخاص الذي يميزها عن غيرها من الدول. كذلك الأمر بالنسبة للفنون، مثلا لبنان الدبكة اللبنانية هي ما يميز الفنون عن غيره من فنون العرب. العادات والتقاليد هي ما تربينا عليه من أسس وقيم لا زلنا نتبعها حتى الآن، حتى نستمر في حياتنا اليومية. دوره أو أهمية التراث، أولا هو ما يميز الهوية العربية، هو شبكة الوصل وما يعرفنا على الماضي وينقله إلى الحاضر من خلال هذا التراث. يعزز المواطنية والانتماء إلى الوطن القومي. الوطن القومي نعني به ليس مثلا نحن لبنان، أنا لبنانية أنتمي إلى لبنان، هذا انتماء للوطن. الوطن القومي يعني الانتماء إلى الوطن العربي. مساوئ الانغلاق على التراث أو التخفيف منه، إن الانغلاق على التراث يفقدنا التعاطي مع معطيات العصر، أي يفقدنا قيمة المعطيات التي توجد في عصرنا هذا. كذلك الأمر يؤدي إلى فقداننا الهوية العربية، أي فقداننا إلى المواطنية والانتماء والدخول إلى العصر الحديث للالتحاق فقط، وفقدان الذات والهوية العربية. هذا المستند الذي أمامنا هو أولاً عن الفولكلور اللبناني، نوعه صورة فوتوغرافية. ثانياً يظهر هذا المستند الثياب التي كان يرتديها الأقدمون في لبنان، بالإضافة ثياب الرجال هي الثروال القلنسوة، وهذا الزي لا زال رجال الدين في بعض المناطق يرتدونه حتى الآن. بالإضافة إلى مظهر ثاني يظهر من خلال هذا المستند وهي الدبكة اللبنانية، وهي أيضا من مظاهر التراث في البلاد في لبنان.